أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية لأول مرة في موسم حج هذا العام، أطلقت تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة لخدمة ضيوف الرحمن. نعم، يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات نقل مختلفة ومتنوعة وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى مساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن. الهيئة العامة للنقل أطلقت هذا العام في موسم الحج مبادرة فريدة من نوعها لأول مرة، وهي هذه الحافلات الذكية ذاتية القيادة. نتعرف عليها أكثر مع المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح زويد. نبي نتعرف على هذه المبادرة المميزة. أحد الأدوار الرئيسية للهيئة العامة للنقل هو تبني تقنيات النقل الحديثة والمساهمة بتفعيلها وموائمة التشريعات والتنظيمات لتطبيقها في كل مختلف مناطق المملكة. اليوم احنا في موسم الحج، هدفنا وهدف كل الجهات الحكومية هو توفير كل سبل الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام. هذه الحافلة تقدم لأول مرة لحجاج بيت الله الحرام، حافلة ذاتية القيادة تستطيع السير بسرعة 30 كيلو متر. تم تخصيص مسار رقم 6، كامل المسار بيكون مخصص لهذه الحافلة بحيث تنقل للحجاج من داخل المشاعر المقدسة. اليوم هذه تقنية حديثة، هدفنا تجربتها، تأكد ملائمتها ومناسبتها لتقديمها لحجاج بيت الحرام، ومن ثم دراسة هذه التجربة والاستنتاج من تجارب عديدة مثل التجارب الأخرى، موضوع السكوتر الكهربائي أو مثلا النظارة الافتراضية أو الطيارة الدرون. هذا في هيئة النقل، في تجربات أخرى وتقنيات أخرى في منظومة النقل والخدمات اللوجستية. إن شاء الله سينعم الحجاج سيستخدمون هذه الحافلة بحيث نسرع عملية التنقل للحجاج، وأيضا نساهم في توفير سبل راحة وأمان خاصة لكبار السن. هذه الحافلة تتسع ل 11 راكب يستطيعون التنقل بين المشاعر المقدسة من خلال هذه الحافلة.